دوما تفتح مصر أبوابها للأشقاء العرب عندما تشتد بهم الأزمات وتقسو عليهم، فعل ذلك مع الأرمن قديما ومع الفلسطينيين والعراقيين مؤخرا، واليوم مع السوريين الفارين من الحرب الدائرة على أرضهم لأكثر من 4 سنوات. التقرير التالي يسلط الضوء على حال السوريين في مصر. المجر، تركيا، الأردن، هذا هو حال اللاجئين السوريين خارج أوطانهم إلا في مصر. عم بحلام ارجع عالبيت وهذا اكبر احلامي، يا البيت اللي فيك تربيت فرحة عمري وايامي، فرحة عمري وايامي. محمد، عبد الفتاح، وسام واصدقائهم شباب سوري لم تتعدى اعمارهم 20 عاما، فروا الى مصر مع اهلهم بعدما قصفت ديارهم وقتل لكل منهم من قتل امام عينيه. ومشتاق لها كالضمه. نحن اول شيء طلعنا على مصر لانه الاردن لما دخلت السوريين اول شيء عادتهم مخيمات وما خلتهم يختلطوا مع الشعب كثير، وكذلك بباقي الدول يعني اغلب الدول عملت مخيمات الا مصر خلتنا نختلط بشعبها وسكنتنا بمباني. مصر هي البلد الوحيده اللي انفتحت لنا بوابه وقدرنا نفوت عليها، وبعدين انه هي عيشتها هون بسيطة، عرفتي كيف؟ مثل عيشة سوريا. بيوت هؤلاء الشباب تهدمت في سوريا، الا ان بيوتهم في مصر امنة، كبيت حسناء التي فرت الى شقة سكنية بسيطة بمدينة السادس من اكتوبر مع ابنائها الاربعة منذ 3 سنوات من دون زوجها الذي يرسل لها المال من سوريا. جينا على مصر مشان الوضع الامني اكثر شيء، لانه ما عاد في امان، يعني صارت القذائف وتهجرنا من بيوتنا، مشان هيك تركنا ومشينا مشان امان اكثر. وجودنا بمصر ب 6 اكتوبر تحديدا كثير خفف علينا غربه، لانه هون ما شاء الله اهلنا كلها حوالينا، جيراننا، الاحباب كثير. ابنه دمشق لا تدري اذا كانت تواسي نفسها ام جارتها ام زياد التي تركت ابنائها وجاءت بصحبه زوجها وحفيدها بعدما تنقلت من بلدة إلى أخرى في سوريا. بدنا إقامة، يعني إقامة دائمة، إنه واحد إذا حب ينزل يشق بس على أولاده، يطمن على أولاده، يحسن يشوفهم. أنا أولادي من 3 سنين ما شفتهم. أنا ابني برمضان عمل عملية ما تنزل سوره بسبب الإقامة. تقول مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحرب الدائرة في سوريا لأكثر من 4 سنوات خلفت وراءها 4 مليون لاجئ سوري. استضافت مصر وحدها 350 ألف لاجئ سوري بحسب وزارة الخارجية، في حين بلغ المسجلين لدى المفوضية 150 ألف لاجئ سوري. من المتوقع أن يرتفع عددهم ل 180 ألف لاجئ سوري بنهاية العام الجاري. أغلب اللاجئين السوريين في مصر يندرجون ضمن الطبقة المتوسطة إلى العليا، منهم من ترك كل ما يملك ونفد بجلده، ومنهم من باع أملاكه في سوريا، ما سمح لبعضهم بإقامة مشاريع تجارية. بقالي 4 سنين هنا، جيت يوم الخميس يوم الجمعة نزلت الشغل الحمد لله. يعني أنا باخد 4000 جنيه كمان، برضه بيعيشوني هون، يعني مش إنه ما فيش رفاهية ولا في أي حاجة، بس يعني بيعيشوني، مو انه ما بيعيشوني، الحمد لله. يعني في استمراريه بالشغل، لو ما فيش استمراريه والشغل ناجح ما كنا استمرينا لهلا، بقالنا تقريبا سنتين. عقدي بالمحل بدا ب 1000 جنيه واساس كل سنه يزيد بال 110، هلا انا هاي السنه الثالثه ما زود علي. نحن عايشين بمصر مثلنا مثل مصري. استضافه مصر للاجئين السوريين تثبت مجددا انها بلد اللجوء السياسي الاول والوطن البديل. فمصر كانت ملجأ للأرمنيين عام 1914 بعد مذبحة الأرمن على أيدي الأتراك، واستقبلت القاهرة أكثر من 150 ألف لاجئ عراقي بعد الغزو الأمريكي عام 2006، وقبلها لاجئين فلسطينيين وسودانيين بعد أحداث دارفور. فلطالما كانت مصر هي الدولة التي تفتح أبوابها للاجئين ولا تفتح مخيمات، تأبى أن يهان أي عربي على أرضها. ففي مصر يعيش الهاربون من أرضهم لاجئين اسما، مصريين فعلا. شيرين مجدي، النهار اليوم.